Okay, so today we are going to cover the second part of the previous lessons. We were talking about loads, and we discussed about the dead loads and how we are going to calculate the various types of dead loads. So for example, for dead loads, على سبيل المثال dead loads ايش عندنا احمال ميتة؟ عندنا مثلا الاحمال القواطع البارتيشن لودز، الاحمال السيلف ويت الاحمال الذاتيه المقاطع، والايش بعد الفلور التايلز مثلا السيراميك والارضيات والكاشي، كل هذه تعتبر احمال ميته. الاحمال الحيه احمال اللي ممكن تتغير او نتوقع ان تتغير مكانها من فتره الى اخرى، يعني مثلا خلينا نقول الاثاث، اي شيء ممكن قابل للحركه ممكن، يعني على سبيل المثال لو كنا قاعدين بالصف يكون الديسك مع الطلاب اللي يقعدون علينا هو قابل للحركه، لانه يجي فقط يوم يحولون الكراسي كلتهم ويقعدون في مكان واحد او يتغيرون. كذلك وحي من الشغلات الاخرى اللي هي لايف لود اللي هي انتم، يعني الاوزان الذاتيه للشاغلين البناء هو هي بنفسهم، يعني خلينا نقول أفراد الأسرة هي نفسهم أيضا هذول يسلطون حمل، يعني هذا الحمل لازم أيضا ما يستهان به، لأنه يعني هذا الحمل أيضا قد يكون كبير، فيعتمد على الفانكشنز أو الوظيفة اللي راح تأديها هذا المنشأ أو هذه البناية بعد إنشائها أو بعد إكمال إنشائها. على سبيل المثال مثلا لو كان ريزيدنشال بيلدينج، كان بناية سكنية، تكون الأحمال الحية أحمال قليلة. ليش؟ لانه عاده في الاشخاص الاثنين اللي يتزوجون او عائله بسيطه يكون مع اثاثهم قليل، غرفه نوم ومكتبه وكنتور، فقط شيء بسيط يعني ما فقط شيء معقد كبير. بينما لو كان عندنا منشا اخر نحن على صمومه، وهذا المنشا كان علينا احمال حيه عاليه، مثلا خلينا نقول استاد رياضي مثلا ستاديوم، هذا الاستاد الرياضي بس whenever they score a goal so everyone is going to jump from his seat، يعني من واحد راح يسجل هدف او يصير فات شيء كلهم راح يقومون في نفس اللحظه في نفس التوقيت راح ايش؟ راح ينطزون او راح يتحركون. هذا ايش راح يسوي؟ يعمل احمال حيه يزيدها ويضاعفها كميه كبيره. ايضا بالمدارس الاحمال الحيه بالمدارس عاده قد تكون كبيره، ليش؟ لان الطلاب يتحركون كثير، يعني يعمل او مثلا يجمعون في مكان كلتهم عالي على السريع ويروحون مكان ايضا بشكل عالي، فلهذا الحمل الحي شويه صعب التنبؤ. الكود ايش عمل لنا؟ الاي سي اي كود الامريكان كونكريت ستاندرد اعطانا ليميتس او حدود، حتى انت من تجي تصمم تخشع وظيفه هاي البنايه ايش راح تؤدي وظيفه من على اساس تختار اللايف لود، يعني ما نختارها عشوائيا ولا نختارها بشكل استيميتد من بالنا من خيالنا، نختارها من الكود. السلايد واضحة كم يا شباب؟ واضح واضح دكتور. واضح. So, شوف مثلا حد خلينا نخشى اذا كان مثلا كان اوفيس بيلدينج اذا كان بنايه بها مكاتب. اللوبي ايش خلي يخليه تقريبا اربعه، طبعا انت ما بدك تدخل على البي اس اف لانه هذا ما راح نحصل، دائما نستخدم كيلومتر بير متر سكوير او كيلو باسكال، هذه واحده. كيلومتر بير متر سكوير. شوف اللوبي ايش قد هاتي؟ خمسة. ليش اللوبي؟ دائما اللوبي بيها شنط وبيها حركات وتطلع وتنزل، والاحتمال المدير يجتمع بيكم باللوبي قاعد تكون تصير بيها ايش؟ فالاحمال تكون بيها عالية جدا. تقريبا 4.8 كيلو باسكال كيلو نيوتن بير متر سكوير. أربعة. طبعا هذا الرقم لازم أيضا نفهمه ايش معناته. إنه ما بس رقم لازم نشوفه قدام، لازم نقشع الرقم ونتخيل الرقم ايش قداته. واضح؟ الاوفيس اذا كان البنايه بحق ايش قد كان بالبنايه بالمتر المربع الواحد ايش قد اكو؟ اكو 2.4 شخص 2.4 كيلو نيوتن بير متر سكوير، يعني ماكو يعني كثير، يعني اكثر من نص او اقل من نص. شوف ستوريج اذا كان عندنا مخزن، المخزن ايش قد ذاته اللايت؟ اذا كان بين مواد بسيطه خفيفه الوزن مثلا قرطاسيه وخلافه يصير ستة، إذا كان بها مواد مثلا ثقيلة الوزن يحطون بها مثلا خلينا نقول يخزنون بها مثلا خلينا نقول رصاص أو يخزنون بها ألمنيوم أو يخزنون فقط مواد أو حديد
تكون بي هافي، تكون هافي، فنصممها تقريبا 12 كيلو نيوتن بير متر سكوير او كيلو باسكال، 12 كيلو باسكال. شوف الريزيدنشال بيلدينج ايش قداته، اذا كان البنايه اللي 1 اور 2 فاميلي بها طابق او طابقين يعني داقش هذا تقريبا اقل من اقل من 1.9 2 خلينا نقول 2 كيلو نيوتن بير متر سكوير. واضح؟ السكول المدارس اذا الكلاس روم 2 ليش؟ لانه اطفال صغار بس الكوريدورات والممر تعرف دائما يركضون يتحركون بهم كثير وتكون ضيقه فتكون الزحام فيكون اللود بها اعلى فيكون تقريبا 3.8 كيلو نيوتن بير متر سكوير. لازم نفهم ايش معناته كيلو نيوتن بير كيلو نيوتن. سو بني تيجي اشرح لي ايش معناته كيلو نيوتن. واحد كيلو نيوتن ايش قد وزن واحد كيلو نيوتن او ايش قد ذاته حتى نتخيله واحد كيلو نيوتن ايش قد ذاته واحد كيلو نيوتن. ما حد عنده جواب؟ عفوا دكتور يعني ايش تقصد؟ يعني هاي الوحده ايش قريب عليها؟ مثلا مرات من تروح تقول له انطيني فقط كيلو طماطم ايه ومرات تروح تقول له انطيني فقط 10 كيلوات طماطم، تعرف الكيلو يكفيك وال10 زيد عنك، ومرات تروح تقول له انطيني خمسه، غير تتخيل ايش قد انت تحتاج ايش قد ذاته هذا، أكيد. اريدك تتخيل الكميه هذه. هاي الارقام ما بس نقراها، لازم نتخيلها، نفهمها، نستوعبها، ندركها بشكل صحيح. منو بيكم وزنه 98.1 98 كيلو غرام، من وزنه بيكم من الشباب الحاضرين معنا؟ دكتور ما 98 بس قريب من 98. اما ايش قد وزنك مثلا؟ 99 99 ولا 98؟ لا 99 99. خلينا نقول ايش اسمك؟ زين. زين؟ حسين دكتور. زين اليوم قرر يعمل رياضة. نعم. ونقص وزنه من 99 إلى 98. وصار وزن زين هاليوم خلينا نقول 98.1. 98.1 عبارة عن 1 كيلو نيوتن. يعني زين بعد ما يعمل ريجيم وينقص كيلو واحد يصير وزنه ايش قد؟ يصير 1 كيلو نيوتن عم يتحرك. يعني زين بعد ما هاليوم ريح ما اسمه زين، اسمه كيلو نيوتن. دكتور تتخيلون الرقم حسين العفو. ايه فيعتبر حسين 1 كيلو نيوتن متحرك. فواحد كيلو نيوتن يروح، واحد كيلو نيوتن يجي، تعرفون الواحد 98 كيلو غرام شخص شويه يعني يعني عنده وزن يعني ثقيل شوي ما مثل البقيه. إيه فتخيل انت مثلا خلينا نقول اذا جينا على الاوفيس واللوبي بالمتر المربع كم شخص اكو ويقف مثل زين؟ 4 أشخاص. اربع اشخاص، خمسه الا شويه. خمسه الا شويه. يعني تتخيلون المتر، المتر المربع تقريبا كم كاشيه؟ ثلاث كاشيات اذا كان 30 سنتيم، ثلاث كاشيات في ثلاث كاشيات، هذول واقفين بهم اربعه ونص او اربعه وثمانيه بالعشره شخص مثل زين. شلون اشقد الزحام يعني المساله؟ انتم اشقد الزحام؟ زحام. نعم. بينما اذا رحنا على الاوفيس بالمتر المربع الواحد اشقد راح يقفون بالمتر المربع؟ 2.5 راح يقفون 2.5 من زين، 2.5 من حسين العفو انا شلت من زين. شوف بينما اذا كان بالهافي اذا كان بالمتر المربع ايش قد كان اذا كان عندنا مخزن و12 واحد مثل زين بالمتر المربع الواحد؟ يعني بالمتر المربع زين ما يقف اربعه مثله ما يقدرون يقفون 12 كم واحد يعني يعني تقريبا ثلاثة اضعافهم واقفين ناس فوق ناس الى السقف. واضح تخيلت من الوضعيه شلون؟ شوف الريزيدنشال بيلدينج اذا كان عندي بنايه سكنيه ايش قد ذاته اكو بالمتر المربع؟ 1.9 يعني تقريبا 2 بالمتر المربع مثل 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 حسين، يجوز هو ومثلا المدام واولاده يعني كلتهم يلا يعطونا هالقد وزن. واضح؟ تخيلت من الوضعيه شلون؟ يعني قبل كنت بس تقرون ارقام، هسه اريدك تقرا رقم وتفهم هذا الرقم منين جاء. هسه من اقل لك هو صمم بنايه وما قال لك الديد لود اللايف لود ايش قد ذاته، ما احكي عن اللايف لود اي شيء، بس اقول لك هذا البنايه راح تكون بنايه سكنيه. تجي انت من البنايه السكنيه تاخذ 1.9 او تاخذ 2 مقبول. اوكي؟ او اذا قلت لك هاي البنايه راح تكون مدرسه، هسه راح نصمم مدرسه مثلا، ما راح نصمم جراج للسياره. ما يحتاج اقول لك هذا الممر اشغل عليه انه حمل وهذا البيم
كلاس الغرف اشغل عليه محمد لايف لود مباشره انت تيجي تاخذها من الجدول. فهذا الرقم يكون عندك معلوم، ما حد يسالني عليه انه اشغل داتا لايف لود. واضح؟ كيفتم الرقم شلونه؟ هذا جدا مهم تتخيل الارقام هذه. فاذا نرجع ونقول 1 كيلو نيوتن عباره عن شخص تقريبا وزنه 98.1 كيلو نيوتن كيلوغرام، يعني تقريبا وزنه 98 كيلوغرام، 98 تقريبا كيلوغرام، هذا 1 كيلو نيوتن هيتحرك. فاذا قلت لك بيم على انه 20 كيلو نيوتن بير متر سكوير، بير متر 20 كيلو نيوتن بير متر اكو على هذا البيم، يعني معناته شنو؟ يعني بالمتر المربع كل متر بينه شخص واحد مثل حسين واقف. اذا قال لك هذا عليه 2 كيلو نيوتن، يعني 2 من حسين موجودين واحد يم الاخ وهكذا بالمتر المربع الواحد. واضح هذا؟ اللايف لود منين جبناه؟ هذا اللايف لود. اللايف لود جدا مهم نعرف تفاصيله. اكو احمال اخرى امشيها على السريع حتى نروح على الامثله، اللي هي الاحمال الانفايرمنتال لود due to environmental، يعني هذه مثل احمال السنو اند ايس لود، رين لود، ويند لود، الاحمال الرياح جدا مهمه. احمال الرياح خاصه اذا كان عندنا مثلا مخازن، شوف حمل الرياح على المخزن كلش يكون قاسي، كلش يكون قوي ومؤثر واضح. ليش؟ لانه في العاده هاي الابنيه تكون خفيفه الوزن، يعني حتى الروف مالتها فضاء كبير وخفيف الوزن، وايش ويحطون عليه شيل بسيط، شيل اللي هو هاي القشرة البليت هاي اللي يحطونها عليه. فيجي الهواء، يجي الهواء مثلا يصير دراج، يصير بينه خلينا نقول اللي هو نقص بالضغط داخل وخارج البناية، يضغط يشلع لك مثلا جزء او حافة من هذا السقف او وحدة من الجدران او وحدة من الزوايا، يفلش لك هي الرياح. فالرياح تكون تأثيرها واضحة على ايش؟ على خلينا نقول على المخازن او على هذه الأبنية اللي تكون فضاءاتها كبيرة. أنا أقول مثلا لو كان مع دواجن أو غيره، تشوف السقف هذا إذا جاء هواء قوي ممكن يطير وحدة من القطع أو خلافه. أحمال الويند جدا مهمة. أحمال الإيرثكويك حكينا عليها المحاضرة السابقة، وقلنا شلون تجي عبارة عن تعجيل أرضي يدور على كتلة، من يلاقي الكتلة هيولد الفورس. طبعا أحمال الريلويز اللي هي أحمال خطوط السكة الحديدية، نصمم حسب الطريقه اللي يسموها الاشتو، ما لكم دخل بها، يعني ما اريد ادخل فيها، بس اريد تفهموها اذا جتكم تطبيقات لازم تعرفها. الاشتو يقول لك كل اكسل ايش قداته وزنه، مثلا هذا الاكسل اول واحد سنجل اكسل يسمونه، ثاني واحد يسمونه تندم، تندم يعني اثنين اكو من خلف، يعني اثنين احمال اكو من مسلط. هاي دائما نصمم بين الجسور، هسه تخشعوا من ناخذ جسر ونصمم جسر، اقل لكم هذا الجسر راح يعبر علينا تراك، الاكسل الواحد وزنه مثلا 20 طن او 30 طن، تحول الطن الى كيلو نيوتن، وبعد ما تحول الى كيلو نيوتن تبدي تخلينه بوينت لود على الجسر، وتبدي تصمم وتحل وتطلع التسليح وتطلع المقطع على الجسر. طبعا ايضا يعطيك فاكتورات مال هاي ويز، يعني هذه ما راح ادخلكم بها كثير، هاي تخص المدني اكثر ما اسمه. طبعا مثل ما قلت لكم المخازن اللي عليها حمل الرياح يعتمد على هاي الزاويه اللي تشعوها ثيتا، جدا مهمه هذه الزاويه، لانه هذه الزاويه هي اللي تحدد لك ايش قد تاثير هاي البنايه على الرياح. طبعا وايضا يعتمد على سرعه الرياح، موقع البنايه وين تكون، يعتمد على هل هذه البنايه مفتوحه من الداخل ام مغلقه، اذا كانت مغلقه احسن، اذا كانت مفتوحه اكثر اخطر يعني تكون. يعني ايضا يأشر لك هون اتجاهات الرياح، شوف دحق ما بس يأثر بالاتجاه المسلط علينا الرياح، يسلط بالاتجاه الاخر ايضا وبالاتجاهات الاخرى اللاترال ايضا يتأثر بها الرياح. طبعا يحسب البريشر، اذا عرفت الدنسيتي مال الهواء وعرفت كوفيشنات محدده K1 K2 K3 وبعدين عندك سرعه الرياح معلومه، ممكن نطلع البريشر، واذا طلعت البريشر وعندك المساحه ممكن نطلع منها الفورس او القوة المسلطة على هذه، يعني بس تاخذ لك فكرة عنها، ما اريد اكثر من هذه. احمال السنو شوف عليها كثيرة ايضا، يعني مرات تثلج فترات طويلة، احنا هاي شوية قليلة عندنا. فهي هذه احمال ايضا احمال لا يستهان بها، يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار اثناء عملية التصميم. طبعا ايضا الفاكتور مالته سهل جدا 0.7، ويعطيك فاكتورات يعني كنتري سايد اذا كان خارج بالريف، واذا كان داخل المدينه تاخذ مختلفه،
الامبورتنس فاكتور اللي هو الفاكتور عامل الامان، عامل ما اهميه البنايه، مثلا اذا كان محطه اطفاء او مستشفى او مدرسه هذا عامل امان شوي نخلينه اعلى. ليش؟ لانه نحن من يصير مشكله او يصير حريق او يصير في اي شيء الناس كلها راح تنهزم، وين تروح؟ تروح على المستشفى تودي الجرحى وتودي ايش اسمه المصابين، وهذا ما معقول انا اروح على المستشفى واخشى على المستشفى ايضا تكون وقعت يعني. فلهذا شوي نعطيها عامل امان اكثر حتى لا سمح الله لو صارت مشكله في مكان هاي الابنيه تكون السيفتي مالتها اعلى. الارتكب كلود حكيتوا عليه هذا المحاضره السابقه وقلت لكم، وايضا الارتكب اريد اقول لكم عليها شغله، فنحن ما نطيق نقلل الارتكب، بس ايش نطيق نقلل؟ ما نطيق نقلل هذا التعجيل اللي يجينا من الهزه الارضيه، بس نطيق نقلل الكتله. فلهذا كل ما ارتفعنا بالطوابق ممكن نقلل الكتله. ليش؟ حتى نقلل الفورس اللي ناتجه عنه، لانه ما اطيق اقلل الاكسلريشن فاقلل الكتله. فلهذا يخشعون البنايه متعدد الطوابق نعمل الكتله، كل ما نطلع فوق نصغر الاعمده، نصغر نخفف الوزن. ليش نخفف الوزن؟ اذا خففنا الوزن خففنا الكتله، اذا خففنا الكتله الارتكويك اكسلريشن كونستانت راح يجينا ثابت، ما اطيق اتغير بينه، انا العب بينه ما كثير بينه يعني اطيق اتحكم بينه، لانه انا ما اعرف ما اطيق اتنبا بينه ايش راح يجيني، بس الكتله اطيق اقللها. فاذا قللت الكتله انضربت في الاكسلريشن مهما كان قيمته راح تكون الفورس قليله. فلهذا البنايه متعدده، انا وعد اطلع بالطوابق ابدي اقلل الوزن. الثيرمال جدا مهمه، تشعول دائما في الجسور دائما يحطون ايش؟ يحطون مفاصل تمدد، اذا ما خلينا مفصل تمدد ايش راح يصير؟ راح البنايه تتمدد، ومن اذا تمددت او هذا الجسر راح يتمدد، واذا تمدد هذا الجسر خلي يتمدد راح يتولد قوه داخليه ستريسز انتيريال ستريسز، هذا الستريسز قد تكون كفيله بتدمير هذا المنشا وتدمير هذا الجسر. فلهذا نحط مفاصل التمدد نسمح بالحركه. طبعا مفاصل التمدد عمليه معادله بسيطه، تعرف تحسب درجه الحراره نوع الماده ثيرمال كونديكتيفيتي مالته ايش قدات هي معامل التوصيل الحراري، اقصى قيمه درجه حراره الصلاه في الصيف، اقل درجه حراره الصلاه بالشتاء، معادله بسيطه تحسبها يقول لك مثلا هذا الجسر طوله هالقداده راح يتمدد مثلا خلينا نقول 20 سنتيم وينقلص خلينا نقول 7 سنتيم بالشتاء، فانت صمم على هذا، فانت ايش راح تجي؟ راح تعمل مفصل تمدد مالتك 25 سنتيم، تخلي 5 سنتيمات زياده بالبدايه الجسر وبنهايته 25 سنتيم، قسمها على اثنين طبعا، خلي 12 ونص هون 12 ونص هون، وبعدين تحط المفاصل التمدد هاي الربز وغيرها وتكون امينه وناجحه ماكو اي مشكله وتخلص من الثيرمال اللودز اللي راح تصير. الرين هايدروستاتيك لود ايضا عندنا بلاست لود، عندنا احمال الانفجارات هاي المفروض كلنا خبراء بها احمال الانفجارات. طبعا حمل الانفجار حمل قليل جدا جدا جدا، يعني خلينا نقول سياره مفخخه ايش قد تسلط حمل على البنايه؟ ترى ما تسلط اكثر من 15 كيلو غرام، بس مشكلتها هذه في وقت قصير، التايم مالتها قليل جدا، يعني الزمن اللي راح يسلط بينه هذا قليل جدا، فلهذا يعمل هذا الامباكت العالي. يعني خلي اقل كميه بعباره اخرى، منكم ما كان يستخدم شكوج بسمار يدق بينه خشب، الكل تستخدم مسمار وشكوج، ما صحيح؟ اكيد كلنا. ايش قدرت وزن الشكوج اللي او وزن المطرقه اللي انت قاعد تضرب بها المسمار؟ يعني خلي بزايد كيلوين، خلينا نقول كيلو، لا مسمار صغير، خلينا نقول كيلو او نص كيلو، ما صحيح؟ هذا النص كيلو اللي حطيته فوق المسمار اسبوع او شهر او سنه ينزل المسمار داخله؟ لا لا ما ينزل. بس انت بمجرد بس تطرق المسمار علينا تطرقه طرق خلال فتره زمنيه قليله، هاي النص كيلو راح تسلط لك حمل يعادل 200 كيلو، هاي النص كيلو يعمل لك، يعني مثلا لو شلت هذا وديته على المختبر وجبت جهاز يسلط ضغط على المسمار، حطيت الرام او هذا اللي هذا تبدي تسلط حمل على هذا المسمار، تبدي تسلط 10 كيلوات المسمار ما تنزل، 20 كيلو المسمار ما تنزل، بال100 كيلو بال150 كيلو بال100 كيلو 200 كيلو يلا هذا المسمار يبدي يدخل في الخشب. فانت استعرضت او حولت 200 كيلو حولته بايش؟ حولته بنصف كيلو، بس اشون هذا الطرق خليته بزمن قصير، هذا هو البلاست لود او الحمل الصدمي، هذا من يصير خلال فتره زمنيه قصيره تصير كميته عاليه جدا.
تكون عالية جدا إذا كان في أجزاء الثانية. فلهذا الانفجار مرات يسلط لك 5 كيلو غرام 10 كيلو غرام بس بزمن قياسي، زمن بسيط جدا ما تلمحه، فيصير تأثيره مدمر. فهو 5 كيلو 10 كيلو ما فات شيء، وزنه قليل بس الزمن مالته زمنه قليل. فالزمن جدا مهم، اللي يضيع منكم فلتكم اللي عم ضيعه نحن، فالزمن كلش مهم جدا. فلهذا مرات تقشع واحد ناجي من الانفجار تقول له ايش صار انفجار؟ تقول له والله ما قشعت الا الدنيا انشالت، قشعت نفسي المستشفى. ما يحس بيها ولا يطيق يتذكر ولا يطيق يعني يستوعب هذا، لانه يعني اجزاء من الثواني تصير هاي العمليه. يعني ما يطيق مثلا يشيل ايده يخليه على وجهه يشيل يعني ما يطيق. يعني تعرفون هاي الحركه ايش قد سريعه، مثلا مرات من تصير شغله دائما العين يعني تقفل تسد، يعني هاي الحركه كلش سريعه، يعني لا اراديا انت تطيق تعملها، مثلا رمشه العين او تشيل ايدك اذا صح قدامك فقط شيء، تشوف الزمن كلش قليل. كذلك الاطلاقه الناريه، هذه الاطلاقه اللي تشوفوها الطلقه اللي هذه تطلع، هذه ايضا واحده من تطبيقات الارثكويك. شوف راح يبعث لك الكتله مالته كلش قليله بس الزمن مالته قليل، الزمن قليل يعني كثافه. هاي شوف الطلقه ايش قد تعتمد، هاي الطلقه هاي الماس هذه بس يعطيك الماس، يعطيك الام اللي هي الماس، هاي الرصاصه الهدف منه انه بس توفر لك الماس. والاكسلريشن انيشال اكسلريشن راح يطلع يعطيك هي الاطلاقه. فلهذا الكتله مالته قليله، اللي هي تجيب حطها فوق قدرك ثانيه ما تمشي ما تنزل، بس ايش لازم يحتاج لها اكسلريشن عالي، فهو ينطوها اكسلريشن عالي ويسيبوها. فالتعجيل في الايش راح ينضرب في الكتله، راح تولد هذا الفورس العالي، فورس مدمر وزمن قليل جدا. نرجع نقول هذا الزمن القليل ايضا كفيل انه 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 يعمل المشكله. فعرفنا شلون تطبيقات، فشوف الزمن، شوف دحق علينا الفورس يصير عالي جدا لما يكون زمن قليل جدا. شوف هذا، فلهذا البنايه تكون الانفجار قليل بس شلون الزمن قليل. من يصير الزمن قليل تبدي يكون تاثيره مدمر. التصميم راح يكون عندنا نوعين من التصميم، اللاوبل ستريس ديزاين اي اس دي ميثود، هذا هسه راح نشتغل عليه. اللاوبل ستريس ديزاين ميثود هذا نخلينه نسمينه وركينج. وركينج يعني فقط خلينا نقول يكون خلال مرحله انه يكون الماتيريال كلته الستيل والكونكريت يكونوا بينه هابي سعيدين. هذا الفيس اللي رسمته لكم هو يضحك، يعني اشنو ما نصل الى اقصى ما يتحمل المقطع. يعني هذا التصميم بهذه الطريقه راح يكون غير اقتصادي بس يكون امين جدا. يعني مثلا خلينا نقول لو عندنا منشأ مهم ممكن اصممه بهذه الطريقه، بس شنو المقطع شويه راح يكون كبير، الاقتصاديه هون ما راح تكون موجوده، بس عامل الامان راح يكون مرتفع جدا. مثلا لو كان عندي منشأ نووي او خلافه ممكن اعمله، منشأ مهمه جدا مثلا جسر عاد اعمله او فقط شيء اصممه بهذه الطريقه. ليش؟ اغيد دائما يكون سلوكه سلوك مرن ويكون مرتاح المنشأ وما اقتصادي، خلينه ما اقتصادي بس يكون يؤدي وظيفته على وديمومته على مدى طويل. سيرفيسبيلتي هنا راح تكون مهمه جدا اللي هو الديمومه. الطريقه الثانيه اللي هي الطريقه الحديثه اللي هي لود اند ريزيستنج فاكتور ديزاين ميثود ال ار اف دي، هذه الطريقه يعني اعتمدت انه نعمل مقطع اقتصادي. مثلا اذا كان خاصه عندنا بنايه متعدده الطوابق بنايه سكنيه نعمل المقطع اقتصادي. ليش؟ حتى الاعمده تكون صغيره، الجسر يكون صغير، نوصل المقطع الى اقصى ما يتحمله بس يكون امين، يعني بنهايه مرحله السعيد قبل لا يصل الى مرحله الانجري اللي حكينا عليها في المحاضره السابقه. فشوف هذا اللاوبل ستريس ديزاين ميثود مجرد بس عن قسم الماتيريال سترينث نقسمه على فاكتور اوميجا. يعني مثلا خلينا نقول اذا كان الاف سي برايم للخرسانه خلينا نقول تتحمل 20 ميجا باسكال، نقول هاي الخرسانه تتحمل 0.45 في اف سي برايم، فالاوميجا راح تكون 1 على 0.45 اف سي برايم. مثلا من ناخذ راح تفهموها عليهم اكثر، راح تكون 2 او 3 اذا خلينا 0.45 اف سي برايم، مش 0.45 اف سي برايم يعني 2.2 راح تكون الاوميجا هون عندنا نقسمها. طبعا لو كان عندي لود اند ريزيستنج فاكتور ديزاين ميثود ايش راح اعمل بهاي الطريقه؟ راح اخذ نفس هاي الديد لود واللايف لود اللي اخذناها هسه حكيت لكم عنها بالجدول باللايف لود، راح اخذها وما اقول مثلا ما كان مثلا 2 بالريزيدنشال بيلدينج 1.92 او 2
مثل حسين موجودين في هذا المتر المربع الواحد؟ أقول لا، أقول أضربه في فاكتر، هذا الفاكتر جاما اللي راح يكون دائما أكبر من واحد، راح أقول لا 1.6 مثل حسين موجودين على هذه البناية، حتى أفرض فتحة حالة أسوأ، وأرجع الماتيريال أضربه في فاي الماتيريال ريزيستنس، أقول مكان ما الخرسانة تتحمل 20 ميجا باسكال، الخرسانة تتحمل خلينا نقول 0.9 في 20 18 مثلا ميجا باسكال، يعني أفترض أن المادة ما راح تتحمل هذه، راح أنقصها فاي، الفاي قيمته أقل من واحد، وأفترض اللود الخارجي دكتور يعني على مود عامل السيفتي؟ عامل الأمان بالضبط، حتى يكون في نهاية السعي، في نهاية السعيد وقبل الأنجري، واضح؟ فشوف دائما الجاما تكون أكبر من واحد، ليش؟ حسين وجماعته دائما نضرب حسين في أرقام، دائما في أرقام أكبر من واحد، شوف هنا. بس شوف هذا لود كيس واحد، هذا لود كيس اثنين اللي هو ديد لود 1.2 1.6 لايف لود زائد 0.5 سنو لود، ليش؟ احتمال اكو هذا اثناء التشييد، هذا راح يكون هو الكنترول اثناء التشييد، لانه ماكو بعد ابني احمال حيه، بس اكو احمال ميته هتجيني طابق فوق طابق، ف 1.4 راح يكون الحمل اللود كومبينيشن الثاني، يعني السيناريو الثاني راح يكون 1.4 ديد لود زائد 1.6 لايف لود زائد، ليش؟ لانه هذا راح يكون الحمل الحي ميت موجود، الحمل الحي موجود وصار ايش؟ صار ثلوج بهذاك اليوم، فهذا ايضا سيناريو موجود. فاي سيناريو ناخذ من هذول؟ نحن ناخذ أسوأ سيناريو من هذول، يعني نحسب هذا بواحد نطلع ايش قد يطلع، هذا 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 يطلع عندنا اربع قيم لدبليو، اخذ ايش؟ اخذ اعلاهم حتى افترض أسوأ حاله، اوكي؟ وهذا لازم تكون اقل من، لازم تكون اقل من او تساوي الريزيستنس الماده الفيرتشوال الموجوده داخل الماده، ايش قدرة الماده؟ خلينا نقول ار، الار ريزيستنس خلينا نقول مثلا مقاومه الخرسانه، مقاومه الحديد تسليح، اليلد ستريت ماده، كله راح اضربه في فاكتورات اقل من واحد حتى افرض حاله سيئه، حاله يعني بنهايه اللي يكون بنهايه السعيد قبل ما يكون انجري، واضح؟ هذا راح يكون ديزاين سترينث فور يوز ماتيريال، هذا فور سبجكتد فور لود كيسز، اوكي؟ هذه لازم ايضا راح تشوفوا كيف راح نطبقها، هاي بعدين ما راح نجي، هسه راح نحن راح نشتغل على الـ على الايش؟ على الالاوبل ستريس ديزاين ميثود. اوكي؟ طبعا راح تستخدمون الحاسبه ايضا، واحتاج تشتغلون بالحاسبه، تتعلمون على الاوتوكاد، تتعلمون على الرسم، تتعلمون على كل شيء، تخشعون نص طلابنا اللي خلصوا عام الاول خليتهم يرسمون على الاوتوكاد، خليتهم يعملون باوربوينت برزنتيشن بالباوربوينت، الواجبات والمشاريع مالتهم كانوا يعملوها بالوورد، يعملوها بشكل حلو يبعثوها، يعني لك حتى انت تعرف عشان تعمل تقرير بشكل افرو شابتر واحد بالكتاب. طبعا من اقول كتاب لازم تعرفون كتاب روسلي تقرون بينه شابتر واحد. احد عنده سؤال قبل لا نروح على المثال ونبدي؟ دكتور هو مثال راح يوضح الشرح. اول مثال راح يوضح الشرح. مع ذلك عنده سؤال خلي يرفع ايده بنهاية المحاضرة نجاوبه علينا. هسه الشرايح واضحة عندكم؟ هسه ماكو عرض دكتور. هذه واضحة سيمكم؟ ايه واضحة. نعم. So today we are going to cover now the second lecture. We are going to deal about, we are going to speak about the flexural analysis of a beam. اللي هو تحليل الجسر تحت احمال الفلكتشر او الفلكتشر الانحناء الانحناء الانحناء. شوفوا المعادله اللي راح استخدمها انا هسه للماتيريال من اجي افحص، تذكرون الخرسانه اللي قلنا عليها بدنا نفحصها، راح يبدي نخلي انيشال راح تكون سعيد وبعدين نصل الى مرحله يكون التيميت اللي هو ايه هون اقصى ما يتحمل وبعدين راح يبدي ايش بينه يفشل الماده.
فشوف ايما جزء راح يكون بينه elastic behavior، راح يكون بينه working او يكون بينه تحت احمال تشغيل، يعني اذا شلنا الحمل عنه يرجع الى وضعه الطبيعي، يرجع الى وضعه الاصلي. ايما تي الكود حدد لك هاي القيمة، هاي دائما حتى اجيب الكمية بالامتحان، قال لك تقريبا تقريبا الالاستيك يساوي لنا 0.5 اف سي برايم، يعني اذا كان هذا اف سي برايم اقصى ما يتحمله الاسطوانه الخرسانيه اللي اخذناها اثناء الفحص، تذكروني قلت لكم قبل لا تصبون تاخذون ثلاث عينات من الاسطوانات خلوها على شكل ثلاث طبقات وتاخذوها وتودوها ويفتحها ويحطها بالماء لمده 28 يوم، بعد 28 يوم حصلت قوه، يقسم هاي القوه على المساحه السطحيه حيطلع اف سي برايم، حتى قدم لي مال كم واحد، مال اعلى واحد اقل واحد، قلت لكم لازم ناخذ معدل ثابت صح. هذه الاس سي برايم تعرفوها منين جت؟ الكود قال لك ايمتى تكون هذه الاستيك بيهيفير، يكون خطي، يكون لما يكون 0.5 اف سي برايم. So we are going to design my section in such a way that it should be below 0.45 اف سي برايم. The code specified to be 0.7 lambda square root f c prime، اللي هو راح يكون دائما يكون اقل من 0.5 اف سي برايم. يعني اذا اقل لك صمم لي المقطع بحيث يكون uncracked section، مقطع غير متشقق، معناته الخرسانه لازم اشقد تكون بها ستريس حتى يكون بينه غير متشقق، لازم يكون بينه ستريس 0.4.7 لندا سكوير روت اف سي برايم. يعني مثلا خلينا نقول لو كان عندي 30 20 ميجا باسكال اشقد راح يكون، او 25 خلينا نقول، ف 25 تحت الجذر 5 اضربه في 0.7 يساوي لنا 3.5 مودولس اوف رابتشر، اللي هو بعد الخرسانه ايش بيها؟ تبدي تتشقق، تبدي ما تتحمل تبدي تتشقق. اوكي؟ هذه بالنسبه للشد، بالنسبه للشد. واضح؟ طبعا وبالنسبه للضغط ايش قداتي راح تكون بالضغط حتى يكون الاستيك؟ راح يكون ما قلنا 0.5 اف سي برايم. الكود قال لك ما 0.5 احسبها 0.45 اف سي برايم. هسه بعدين راح ناخذها، هسه انا بس اريدك تفهم انه ان كراك سكشن ايش معناته. ان كراك سكشن معناته اذا انا حسبت المقطع وطلعت الاجهادات في حديد في الخرسانه في منطقه الشد اقل من مودولس اوف رابتشر، معناته الخرسانه ايش بيها؟ ما كن شققت بالشد، يعني ما كن فشلت بالشد، بس هي بالضغط تتحمل ضغط. بس انا عاد احكي وين هسه هوني؟ عاد احكي على الشد. بالنسبه للضغط ايش قد تتحمل ضغط لحد 0.5 اف سي برايم؟ فانا ايش قد اقول؟ اقول 0.45 اف سي برايم. اعيدها مره ثانيه، المقطع الخرساني راح يكون جزء منه تحت كومبريشن وجزء اخر راح يكون تحت تنشن. لازم اشوف الجزء اللي موجود تحت التنشن، لانه قلنا الخرسانه ما تتحمل قوه الشد. اذا كان قوه الشد مالتها قلنا تذكرون 8 الى 12% من قوه الضغط، نحسب قوة الشد في الخرسانة. إذا كانت قوة الشد أو إجهادات الشد في الخرسانة في الجزء اللي علينه قوة الشد أقل من الرقم اللي حدد لك هو الكود 0.7 FC prime، معناته إيش راح يصير بينه؟ معناته المقطع غير متشقق، الخرسانة هتتحمل قوة الشد وبعدها ما كانت شققت والحديد تسليح inactive، الحديد تسليح بعد حد الآن ما عيشتغل. إيه متى حديد التسليح يبدي يشتغل؟ من الخرسانة تبدي تشقق، يبدي الحمل منه يشيله تنشن فورس، حديد تسليح يشيله. واضح؟ تذكرون هاي المعادله اللي كنا اخذناها اللي هي اف الستريس او السيجما يساوي ام سي اوفر اي، اللي هو اي مال تحسبون المقطع، والام اللي هو المومنت المسلط على الشكل، وعلى الاليمنت او الممبر، والواي المسافه عن والمكان اللي نريد نقيس بينه الستريس عن النيوترال اكسس. غير هذا ما يعني بعد هذا اذا حسبناه الانتيريال هذا الرقم كل حسبناه اذا طلع اكبر من هذا معناته ايش راح يصير بينه؟ راح يبكي مثل ما تشوفون. هذا حكينا عليه المقارنه. نجي بالنسبه للضغط، اذا كان الضغط شوف هاي حالات التحميل للجسر، هذا راح اشرح لكم اياه، وانا اشغل لكم كاميرا ايضا واشرح لكم عليها. اول شيء لو عندي بي مثل هذا وعلينه حمل من الاعلى، اسلط لود علينا وايش راح يصير بينه؟ راح تبدي هاي المنطقه في الجزء الاسفل راح تبدي تتشقق. اوكي؟ ليش تتشقق؟ لانه راح تبدي تتحمل قوه الشد. بس بالبدايه تتحمل قوه الشد لحد معين، لحد ما يصل 0.7
سكوير روت اف سي برايم هو الشد في الاسفل او مقاومه الشد في مقاومه الشد في الاسفل تتجاوز هاي القيمه تتجاوز قيمه الام كراك الخرسانه تبدي ايش تشتغل يعني تتكسر في الجزء الاسفل خلي تتكسر المقطع ما فشل بعد يبدي الحديد تسليح يشيل الحمل الشد في الاسفل والفلاله يبدي من يشيل الحمل يبدي حديد يبدي الكونكريت فقط يشيله فشوف هذا ان كراك سكشن يعني الحديد الموجود في الاسفل بعده ما عاد يشتغل ما له اي دور حتى يصير له دور لازم الخرسانه بهالمكان اللي هي تحت النيوترال اكسس تشقاق من اللي يشقق الخرسانه يبدي حديد تسليح هو يشيل الحمل والضغط يشيله فوق لا يزال الخرسانه الموجوده في الاعلى سلوكه سلوك خطي معناته الاستيك صح هو تشقق من الاسفل وغاع بس يبقى الضغط الخرسانه تتحمل قوه الضغط عاليه جدا وسلوكه في الاعلى سعيد سلوكه في الاعلى الاستيك بعدين اخر شيء راح نصممه على الايش على الالتيميت اللي هو هون هون اللي هو قلنا راح يزيد قوه الشد عالي الكراك راح يزيد اكثر النيوترال اكسس راح يطلع اكثر الخرسانه في الاعلى ما راح تكون الاستيك راح تكون بلاستيك راح تكون قريب تكون من اليلد قريب من ايهوني من هذا الاقصى ما يتحمله والحديد تسليح يبدي يشتغل بكفاءه عاليه الاف اس يصل اف واي يعني حديد تسليح ستريس بينو يصل الى مرحله اليلد ما قلت لكم تذكرون باليلد ايش قلنا قلنا بعد اليلد هو يتحمل اي يتحمل قلت لكم حتى من هو صح ما يرجع مثل ما كان قبل معاك بس بعد يتحمل منك كم ثاني فهذا اليلد اوكي واضح لحد ما يصل يا محلي هذا الالتيميت ديزاين لو قاعده بنايه ال ار اف دي نستخدم هذه الثيوري بس هسه نحن وين نحن اي هون ان كراك سكشن عن من المقطع غير متشقق نهائيا المقطع عنده مهم جدا حديد تسليح ما راح يشتغل نهائيا وبعدين راح ناخذ التفاصيل الاخرى خلي لا قبل لا ناخذ هذا المثال اشغل لكم الكاميرا خلي تشوفوني تشوفوني يا شباب هسه ماكو عرض دكتور اشون هسه ماكو عرض وقف كنت يعني اتعرض هسه ماكو شير سكرين ايه سكرين ايه تمام دكتور هسه ايش عاد تشوفون انتم هذا بيم اوكي مقطع اللي هو مقطع خرساني خلينا نقول بيم من ناحيه ابدي اسلط عليه احمال من الاعلى ايش راح يصير؟ راح يبدي يصير هالشكل هذا راح يكون مقطع غير متشقق ليش؟ بعد الخرسانه في الاسفل تتحمل قوه الشد بس شوف ايش راح يصير من الاعلى ايش راح يصير بهالمكان بهالمكان ايش حيصير؟ حيصير ضغط كومبريشن ضغط كومبريشن في الاعلى ومن جوا ايش حيصير؟ تنشن تنشن حيزيد صحيح؟ حيزيد تنشن اشوف بالبدايه ضغط من الاعلى تنشن من الاسفل وايش حيصير بالنص؟ حيصير عندي محور تعادل هذا المحور التعادل اللي هو ما حيتاثر يعني جوا حيصير تنشن اكو نقطه حتجي بعدين يعني اذا جينا علينا بهالشكل هذا وسلطنا حمل اسع بشوف ايش راح يصير عندي من جوا يبدي يتشقق هذا الشرط لكي جوا يتشقق بالاعلى ايش راح يصير منه راح يتحمل الضغط راح يتكون ايش عندي؟ راح يتكون عندي نيوترال اكسس بالوسط اوكي هذا الاستيك اسع ليش هذا التسليح الموجود هون اللي حطيتونه
هذا اللي بداخل هذا حد التسليح هوني اللي خليتونه ما يشتغل بعده، ما يشتغل. اي متى يبدي يشتغل حديد التسليح؟ من اسلط عليه اخلي عليه احمال بعد اضافيه كثيره، ايش راح يصير الخرسانه الموجوده بالاسفل؟ تتشقق. تتشقق. اي متى تتشقق؟ عندما تعبر 0.7 سكوير روت اف سي برايم. من عبر 0.7 سكوير روت اف سي برايم ستريسز نحسبه، ايش نحسبه؟ من سيجما يساوي لنا ام سي اوفر اي. اذا حسبناه وطلع الستريس جوا بهالمكان هذا بالتنشن نتجاوز 0.7 سكوير روت اف سي برايم حكينا عليه، اقول الخرسانه ايش بيها؟ تشققت. واذا تشققت خليت تشقق ماكو مشكله. ليش؟ انا ايش عندي؟ حديد تسليح. عندي حديد تسليح. يبدي حديد تسليح يشتغل، يشيل الاف اس او يشيل قوه راح يتكون بينه ستريس داخل الحديد. اوكي واضح. بينما الخرسانه في الاعلى شلون يحكوا عليها؟ صح صار تشقق من الاسفل. الخرسانه شلون مرينا يعني بعده إلاستيك ليميت بالأعلى، إلاستيك واضح؟ اللي حد ما بعدين نخلي عليه أحمال أكثر إذا أريد أصممه بالألتيميت ديزاين مثل هذا حسي الشكل. أشوف الخرسانة إيش صار بها من جوا، تشققت الكثير والنيوترال أكسس إيش بينه صعد للأعلى كثير، والخرسانة في الأعلى وصلت إلى مرحلة الألتيميت اللي هو بارابولا صار. والحديد تسليح وين الموجود إيه هون إيش صار بينه؟ وصل إلى مرحلة اليلد. واضح؟ فيصير هالشكل. فإذا جينا واخذنا هذا الشكل بهالطريقة هذه بشوف ايش راح يصير عندي. هذا إلاستيك. هسه هذا إلى صار عندي كراك من الأسفل وبدأ حديد التسليح يشتغل وصار بينه اف سي اف اس العفو وايش صار بالخرسانة الموجودة في الأعلى بعده إلاستيك. بعدين هي الشكل من يصير داخل النيوترال اكسس كل شيء يطلع فوق والتشقق يزيد جوا وحديد التسليح يصل إلى مرحلة اليلد، والخرسانة في الأعلى يصل إلى مرحلة البارابول اللي هو هذا ألتيميت ديزاين. يعني المقطع ما يتحمل بعد أكثر من هذا. إذا خلينه أكثر إيش راح يصير بينه؟ لاحق علينا الخرسانة من الأعلى ما أعرف لا تشان الخرسانة من الأعلى تبدي تنسحق والحديد تسليح من جوا إيش بينه؟ يبدي ينقطع ويصير بينه لمرحلة اليد. أوكي فواضح شلون حسبنا أنه هذا؟ فإحنا هسه من نجي نحسب أول شيء إيش نجي نحسب؟ نحسب المومنت إنيشن طلع المقطع هذا المقطع بي اتش كيوب على 12 طلع المومنت انيشن من هذا المقطع، النيوترال اكسس بالوسط طلعنا المومنت. المومنت معلوم عندي، النيوترال اكسس معلوم ايضا. اشوف انا ايش اغيد، الستريس اغيده في الاعلى او في الاسفل حسب الستريس اللي انا اغيده. اذا اغيد الستريس جوا حتى اقشع هذا المقطع كم وصل كراك سكشن ولا لانه تنشن يصير من جوا، فاذا اخذ المسافه من هون الى الاسفل حتى اشوف ايش قد صار عندي واي واحسب الستريس هوني اقارنه معه تحت الجذر سكوير و اف سي برايم. اذا طلع اكبر اقول هذا وصل الى مرحله اليلد، اذا طلع اقل وصل الى مرحله الكراك سكشن، اذا طلع اقل هذا ايش بينه؟ يعني انا اذا طلع اقل فهو انا كراك سكشن، اذا طلع اكبر لا هو كراك سكشن وهذا الفرضيه اللي فرضناها ما صحيحه وحديد التسليح بدا يشتغل. هسه راح ناخذ مثال بمثال توضح الامور كلها. واضحه هسه هذه؟ عندكم احد سؤال علينا؟ نعم دكتور. دكتور بس المسافه منين ناخذها؟ من نيوترال اكسس نحو الاعلى اذا او الاسفل نحو الاسفل. اسفل اي متى ناخذها؟ يعني انا ما عرفت اي متى ناخذها اسفل او ناخذها اعلى. ها بالمجرد زين نحن قلنا وين راح يصير الشد؟ بالاسفل. بالاسفل. وانت ايش تطلع؟ تطلع المقطع متشقق ام لا؟ حتى تعرف المقطع متشقق ام لا لازم تطلع الستريس اي هوني بهالمكان هذا. اي هون لحق علينا هذا هذا أيه. فانت لازم تطلع الستريس اي هوني. تشوف هذا الستريس اذا كان يتجاوز اللي كود اللي حدد لك هو 0.7 سكوير روت اف سي برايم معناته المقطع على الخرسانه تشققت والحديد تسليح بدا يشتغل، ونحسب الستريس داخل الحديد تسليح. اذا ما تشققت معناته الحديد ما يشتغل وبعد المقطع ما يدك بعده إلاستيك أن كراكت سكشن غير متشقق. واضح؟ واضح. بينما في الأعلى الخرسانة بعد إيش؟ بعد إلاستيك. يعني وإذا أريد أحسبه بالأعلى أحسبه بس أنا ما أحتاج شيء من الكمبريشن لأن يعني الخرسانة تتحمل كمبريشن. تمام شكرا. هذه جدا مهمة تفهموها بشكل صحيح الساعة اليوم.
واضح؟ فنحن اول شيء نجي السلايد شغال عندكم غير. اول شيء نجي نحسب بالتنشن نخشى على المودولس اوف فراكتشر زادت عن 0.7 سكوير روت اف سي برايم. اذا زادت نقول المقطع كراك سكشن، ما زادت نقول المقطع عن كراك سكشن. واضح السلايد عندكم دكتور؟ معروض بس يعني واضح. ما كثير واضح، شويه مغوش بس يعني ينقري السلايد. السلايد ايه دكتور، مال الكاميرا. ها السلايد دقيقه. ها انا فاتح الكاميرا. ايه السلايد واضح موجود. نعم. فاول شيء نحسب المومنت انيشن، نحسب المومنت انيشن المومنت الموجود عندنا الواي، نحسب التارجت مالتنا وين نريده. فنحن نريده للاسفل، فنحسب الواي نحو الاسفل ونطلع الاف اف الستريس الموجود. اذا كان الستريس تجاوز 0.7 سكوير روت اف سي برايم معناته المقطع تشقق وصار كراك سكشن، اذا كان اقل منه فهو ان كراك سكشن. واضح؟ هذا اللي راح نعمله حاليا. ومثل ما رشعتوكم هسه بالبيم من عملنا التجربه قدامنا، بشوف بالبدايه ان كراك سكشن الستريس الموجود في الاسفل ما تزاد عن المودولس اوف رابتشر اللي هو معامل التشقق، ما راح يزيد عنه. والستريس حيكون طبعا ايش نطلع الستريس علاقه، بس نضربه في الاي. اذا عندنا سترين نضربه في اي نطلع سيجما. بعدين يصير المقطع متشقق، الستريس هون يزيد عن الايش، عن المودولس اوف رابتشر، فالخرسانه راح تبدا تتشقق لي وين الى النيوترال اكسس، وبعدين في الجزء الاعلى راح يتحمل كومبريشن، والحديد التسليح يبدي يتحمل اف اس. اف اس ايش قداته؟ اقل من اف واي. والحديد والخرسانه الموجوده في الاعلى شلون خطي او مرن الاستيك، يعني اذا شلت الحمل عنه يرجع الى وضعه الطبيعي. بعدين اخر شيء مثل ما شوفتوا لكم يبدي الحديد التسليح يصل الى مرحله اليلد، والخرسانه فوق يصل الى قريب من الكراش، قريب من السحق. واضح؟ جدا مهمه تفهموها كيف. هسه هذا راح ناخذ هذا المثال مثال. عندي بيم بهالشكل هذا، مثل هذا البيم اللي هسه شفتكم هنا، هذا بينو كروس سكشن مثل هذا. هذا بينو كم حديد تسليح؟ 1 2 3 موجود. واضحه الصوره قدامكم الكتابي اللي عاد اكتبها؟ بس شوية على اليسار اكتب. اي شوية بس. لا اذا على اليسار لازم انت تمسك الصورة وتكبرها براحتك انت. اوجه الموبايل بالاخر مصطفى، تم التدوير على الموبايل العوض. واضحة الصورة انا عندي. يعني ما يطلع عنده هو كم صغر الشاشة. 375 والمقطع الكلي هذه ايش قداتي؟ 450 والعرض مالته 300. واضح هذا شلونه ترتيبه؟ فاذا اخذت هذا المقطع، يعني هذا سكشن انا اي هون سكشن 1 1، اذا اخذت سكشن 1 1 انا 1 1 ورسمته بشكل مكبر راح يطلع لي بهذا الشكل. هذا سكشن 1 1 اكتب عليه سكشن. سكشن 1 1 وبينه حديد تسليح هوني 3 شياش. طبعا 3 شياش ايش قداته؟ من يقرا لنا هو 3 هاشتاج ابو الاشقد 29 بار 29، يعني كل 3 شياش 3 قطع من الشياش موجوده، كل وحده قطر مالتها ايش قداتي؟ 29 مليمتر بهالشكل. نجي هذه الابعاد مهمه جدا 450 ملم. هذا الكفر يسمونه اللي هو الغطاء الخرساني اللي هو راح يكون 75 ملم، وهاي المسافه من هون الى اي هون راح يكون 375. فنحن ايش عندنا اول شيء؟ اول شيء لازم اجي اعمله احدد نيوترال اكسس، راح اقول اذا سلطت حمل على هذا راح يصير بينه تشوه بهالشكل هذا. هذا راح يكون ايش شنو؟ كومبريشن. وهذا ايش راح يصير بينه بالاسفل؟ هتشوفون الصوره ولا ما تشوفوها؟ هذا في الاسفل راح يصير بينه تنشن. هذا الجزء راح يكون بينه تنشن. وهذا كومبريشن.
واضح؟ هذا كله راح يصير ضغط. شفتموا بالبيم من عملنا لكم، وهذا كله توش راح يصير منه قوة شد. فهذا راح يصير عندي نيوترال اكسس هالشكل، راح يقل هالشكل يصير هالشكل. فهذا راح يكون كومبريشن، وهذا إيه هنا راح يكون اف سي كومبريشن، وهوني راح يكون عندي اف تي. ايش هي الاف تي؟ تنشن، اللي هو الضغط. واضح شلون صار تنشن وكومبريشن؟ وهذا محور تعادلي راح يصير بينه صفر. بعد السؤال ايش اعطاني؟ اعطاني المومنت اللي راح يصير على المقطع. ايش قد اذا ترجع السؤال تقرانه، قال المومنت اللي على المسلط على هذا المقطع راح يكون 334 كيلو نيوتن بير متر. بعد ايش اعطاني؟ اعطاني اف سي برايم. اف سي برايم يساوي 28 ميجا باسكال. من يقول لي ايش معناه 28 ميجا باسكال؟ أنا أشوف 10 و6. أشون؟ الثمانية وعشرين أش معناتي؟ نفس الشيء. أستاذ يعني مقاوم. سمعني دكتور واضح. 28 يوم. منو قاعد تحكي؟ من طالباتنا قد تحكي؟ أستاذ صبا. صبا أي عافية بنتي قولي. أستاذ يعني مقاومة هاي الاستوانة لمدة بعمر 28 يوم. عفوا، مقاومة استوانة من الخرسانة أثناء الصب أخذناهم ما وحدي ثافي، صبيناهم على شكل 3 طبقات وديناهم على المختبر فحصناهم بالمختبر، إيش قد عطونا؟ عطونا 28 ميجا. واضح هذا إيش معناته؟ عافية بنتي. الزملاء البقية الشباب اللي ما يعرف خلي يقول ما بشكل واضح. هسا اجي انا اش اخذ المعادله الاساسيه. مطلوب عندي ام كراك اش قداته. اول شيء اجي اشوف انا هذا المقطع عندي وصل الى الرابتشر او ما وصل. الكود اش قال لك؟ قال لك اف تي حتى يصل الى الرابتشر اش يساوي لنا 0.7، ما صحيح؟ لندا اللي هو نوع الخرسانه في سكوير روت اف سي برايم. اجي نوع الخرسانه راح تكون خرسانه نورمال ويت كونكريت راح تكون 1، اف سي برايم معلومه 28، اف تي قوه الشد اللي راح تتحملها هذا الخرسان المقطع الخرسان راح يكون 0.7 سكوير روت 28 ميجا باسكال. ايش راح يساوي لنا؟ الحاسب اللي ما قاعد يحسب الحاسب خليها 3.7 ميجا باسكال. خلي اكثر من واحد يحسب يا شباب حتى نتجنب المشاكل. هي استاذ 3.7 مضبوط. 3.7 دكتور. 3.7 معناته الخرسانه الى حد هون ايش راح تكون؟ سعيده في ايش؟ التنشن. راح يكون سعيد لحد هالمكان بالايش؟ بالتنشن. اذا تجاوز يعني عنها هذا المكان اقصى حد لهذا للتنشن. من يعبر التنشن هذا يروح الكومبريشن، ما لي دخل، انا احكي على التنشن على هذا الجزء اللي في الاسفل. فاجي احسب الستريس بهالمكان هذا او بايه المكان هذا. كيف احسب الستريس بهالمكان هذا؟ احسبها من المعادله اللي تقول لي سيجما يساوي لنا ام سي اوفر اي. دكتور بس شوي انزل كامل اي. ايه ابني. فاجي هسه احسب الام. الام المومنت كان اعطاني هي 34، شوف 34 بس ما انسى الوحدات مالت اشني كيلو نيوتن. هذه وحده اشني نيوتن على المليمتر سكوير. هاي مره واحده بس اليوم اعملها بعد ما احول وحدات الباقي انت تعرفها. ف 34 كيلو نيوتن حتى احولها اخليها بالنيوتن ايضا لازم اضربها في ايش؟ اضربها في 1000 صارت النيوتن. واضح؟ ظل مليمتر انا عندي، وانا عندي هوني متر، فلازم اضربها في ايش قد بعد؟ اضربها في 1000 سكوير تصير مليمتر سكوير. واضح؟ هسه ظل في سي المسافه في سي، ايش قد قيمه السي راح يكون عندي؟ راح يكون عندي هذا قيمه السي اللي هو ايش قد راح تكون؟ 450 على 2
اللي هو شغلاته 225 مليمتر. واضح؟ فهذا 225، وشوف وحدته اللي عاد اخليهم كلتهم ايش بالمليمترات. ضل اي، الاي سهله بي اتش كيو عزم الخصوم الثلاثي ما هيك بالضبط. اي هذا ايش قداته؟ قلنا العرض مالته 300. دكتور شوي الصوره ما واضحه يمنا، ما اعرف لان ما جاي اشوف الارقام زين. لا لا واضحه دكتور، الارقام كلها ما عاد تبين، بس انا معك يعني دكتور يمنا ما عاد تبين. عصيريتي مشوهه الدكتور. اي ماشي ماشي، يعني تريد الارقام نرد لك اياها؟ ما نعرف هسه، ما واضحه استاذ يعني اللي ينضعف الانترنت ما عارف. هي توضح بس ثبتها عادي بسبب النت، هاي عادي خلاص. والله انا عندي بالتسجيل واضح ما الانترنت يمنا دكتور، عادي هسه توضح هاي يعني. اوكي فالاف تنشن بالتنشن عفوا، فبي اتش كيوب على 12، البي ايش قد عندي 300، بالاتش 450 تقريب على 12. طبعا هاي وحدتها كلها اشني مليمتر وس 4، فشوف المليمترات شلون. هذا دكتور تطلع 11250 مع هذا، مع هذا مع اذا ضربت كلها شلون تطلع 11000؟ سعد ما كعبت 450 ما كعبتها، هي كعبها يا ابو مليمتر سكوير. فالاف تي راح يساوي لنا اللي ما قاعد يحسب بالامتحان هم ما راح يحسبهم راح يديح. دكتور 3.35؟ لا دكتور الرقم كبير كثير. طلع لي 3358. 3358 35.36 اي يعني تقريبا ميجا باسكال. شوف 3358 اي عملها ميجا باسكال صحيح. واضح واضح واضح. هسه انا طلع لي هالقد هذا ال الستريس، اشوف ايش قد انا عندي، ايش قد عندي انا الكود المسموح بينه اللي كنت سمح لي بينه حتى يكون سعيد. 3.7 ايش قد طلع لي انا؟ 3.36 معناته انا اذا رسمت الخط انا تجاوزته حد السعيد، لو بعدني انا عبرت هذا الحد. هي ما تجاوزته 3.6 ما جاوبت بعدين استاذ، بعدين استاذ اي مضبوط. فاذا هو راح يكون سعيد، ليش؟ لانه ما تجاوز هاي القيمه. يعني اذا عندي فقط كيرف الشكل الكود حدد لك ايه هذا القيمه حتى يكون بينه سعيد 0.7 لندا سكوير روت اف سي برايم، وهذا اعطاني ايش قداتي 3.7. انا ايش قد طلع عندي؟ طلع عندي بهالمكان هذا هو ايش قداتي 3.36. واضح؟ فاذا هو ايش راح يكون؟ راح يكون سعيد. فاذا the section is an cracked section، المقطع غير متشقق. معناته الحديد تسليح ما عم يشتغل، ما له اي دور. خليت حديد تسليح او ما حطيت ما يضر عندي اي شيء. واضح؟ طيب لو ودنا نحسب الضغط في الاعلى لازم النيوترال اكسس اضربه في ايش قد؟ في سي، اللي هو ايضا راح يطلع لي نفس الشيء في الاعلى، بس هذا وين؟ هذا بالسكشن بمنطقه التنشن. التنشن ما ننسى نكتبها.
ظل نحسب قال لك احسب لي المومنت كراك، المومنت كراك اللي اشقد اخلي حمل على هذا البيم اللي قبل شويه شوفت لكم هو انا بيدي بالاسفنجايه، اشقد اخلي عليه حمل حتى عزم، اشقد اخلي عليه عزم حتى يبدي هذا المقطع يتشقق. سهل هسه اشرح اجي اقول اقول احسب ال FT حتى يصل الى ايش؟ الى رابتشر او الكراك اللي هو ايش قد يساوي لنا؟ 0.7 لندا سكوير روت FC برايم اللي هو يساوي لنا ايش قد 3.7. هذا ايش بين حد راح يكون بينه ايش؟ اخر حد راح يكون بينه تشقق، بعد راح يبدي ايش؟ راح يعني الاستيك يعني قبل التشقق، وبعده بشيء قليل راح يصير لي يصير تشقق. فانا راح اقول هذا راح يساوي لنا ام، بس هون الام ايش راح اسمي عليه؟ راح اسميه كراك اللي هي راح يصير بينه تشقق في السي على اي، منه مجهول عندي بس ام كراك لانه كل الباقي معلوم سي نفسه فارجع 3.7. ايضا ما انسى احول كلت هذه وحداتها نيوتن على مليمتر سكوير، لازم الام كراك هوني في سي 225 على الاي اللي هي 450 تقريبا في 300 على 12. ام كراك ايش قد يساوي لنا؟ 30 بال 30 لازم تطلع لنا. سبعة وثلاثين دكتور. واضح يا شباب؟ فهذا اللي خلينا نقول اللي بينه راح يبدي ايش؟ راح يصير المقطع غير متشقق ويبدي. بينما انا هسه قبل شوية ايش قد صممتونه؟ ايش قد كان موجود علينه؟ ام كان علينه 34 غير متشقق. هسه خليته علينا واخلي علينا حمل بعد لحد ما يصير العزم على هذا المقطع 37.5 كيلو نيوتن بير متر. هذاك الوقت ايش يبدي المقطع يصير بين؟ يبدي المقطع يصير بين متشقق، يبدي الخرسانه تشقق بهالمكان هذه. واضح سو قال لك الفرع الثاني البرزنتيشن واضحتكم يا شباب؟ ما ارجع على البرزنتيشن يعني فات زي دكتور. بس سؤال انه وقت العرض كان المفروض سدينا البرزنتيشن الاساس بالتسجيل، راح يطلع لكم هاي الصور مع الكتابة صغيره. نعم اسال. منو غادي يسال؟ دكتور انا احمد غانم. اسال احمد. دكتورين طلعنا 37.5 طلعنا اساس هاي مال الضغط ما صح؟ لا هذه عزم اذا كان عندي موجود عندك ايش اسمه الصوره اللي رسمها انا هون اخلي علينا ام كراك على هذا المقطع 37.5 على هذا الكيلو نيوتن لكل متر في هذا هذاك الوقت يبدي الخرسانه في الاسفل يصير بيها تشقق. واضح الصوره عندك الساعه؟ واضح يعني الحمل بس خلي اكمل راح اجاوبك علينا اذا اجاوب الفقره الثالثه. So, قال لك what is the maximum uniform distributed load to the beam can be carried if it's used a simply supported beam with 5 meter span without exceeding the modulus of rupture in the concrete. قال لك إذا كان هذا 5 متر أشقد داته هذا W حتى أسمينه W crack. واضح الصورة عندك؟ خلي بس أسد هذه حتى تطلع واضحة. اوكي فقال لك ايش قد اخلي علينا يونيفورم ديستريبيوتد لود حتى ما يتجاوز الكراك. فانا عندي دبليو هذه مجرد بس ايش اعمل؟ احسب الرياكشنز. هذا ايش راح يكون عندي؟ دبليو ال على 2 وهذا دبليو ال على 2. فهذا راح يكون بالاتجاه لحد دبليو ال على 2 وبعدين يبدي ايش يصير بينه؟ يصير بينه هالشكل مثلث مع تمام دبليو ال على 2 معناته الماكسيمم هنا راح يكون بالوسط
هذه ايش راح تكون عندي؟ هذه L على 2 راح تكون WL نصف القاعدة في ارتفاع WL على 8 تمام؟ هذه WL سكوير على 8 هذه اشنو هذه؟ المومنت منين جاي؟ الاكسترنال وهذا ال W اشنو؟ W كراك لود فمن هون راح اجي اقول M كراك ايش راح اساوي لنا؟ WC او W كراك في L تربيع على 8 المومنت كراك ايش قداته؟ كل حسبناه 37.5 فاجي اخلي 37.5 يساوي لنا W crack L square اللي هو ايش قداته ال L square 5 square على 8 W crack ايش راح يساوي لنا واضح 12 كيلو نيوتن بير متر يعني اذا هذا البيم حطيت علينه لود هذا اللود ايش قداته قيمته كراك 12 كيلو نيوتن بير متر وطوله ايش قداته 5 متر هذاك الوقت راح يبدي ايش يصير بينه هالمكان هذا يتشقق يصير بي كراك يبدي يتشقق لا وين الجزء الاسفل بس الجزء الاعلى شلونه ما في الاستيك يعني الجزء الاعلى يعني اذا رسمناه هالشكل اي هوني راح يبدي يتشقق لحد النيوترال اكسس والحديد تسليح راح يبقى بمكانه وهون الستريس بهالمكان الستريس بهالمكان ايش راح يساوي 3.7 اللي حكينا عليه 3.7 ميجا باسكال اللي هو اف تي وهون ايش راح يكون؟ راح يكون سعيد هون فوق في الاعلى شلون الاستيك واضح؟ وسعيد واذا رسمنا العلاقه راح تكون هالشكل راح تكون هذه تتحمل قوه الضغط وهون الحديد بدا ايش بينه تشقق وهون اكو بس حديد تنشن ليش؟ لان يعني الخرسانه ما قامت تتحمل اي قوه شد يعني هذا ونتلاشت الخرسانة لأن الخرسانة تجاوزت الكراك الموديوس أوف رابتشر اللي حكينا عليه واضحة هذه منين جت سهل ما بيها شيء دكتور بس هذه فوق بس عيد هذا الرسم من يعني شوي من فوق هذا إيه بس أريد أفهمه بعد يعني هذا الشير دايجرام شير دايجرام حتى احسب اطلع الماكسيمم مومنت بالوسط عايز ارسم الشير دايجرام ومومنت دايجرام المومنت دايجرام هاي مقاومه فاطلع الرياكشن هذا الرياكشن هذا ايش يساوي دبليو ال كراك على 2 وهذا دبليو ال كراك على 2 الرياكشن الثاني فارسمه بالطريقه هذا شير دايجرام وبعدين اطلع هذا المومنت دايجرام المومنت دايجرام ايش يساوي انه مساحه هذا مساحة هذا يساوي نصف القاعدة في الارتفاع فنصف L على 2 يصير L على 4 في 2 يصير 8 WL تربع على 8 هاي واضحة هاي ما أنا دكتور ما أنت نزلت على السريع فأنا ما لحقت يعني ما إيه لكم سريعين الشكل عارف دكتور أول أول من بديت حليت من طلعت الـ FT الـ FT مفروض تكون متغيرة من سؤال على سؤال تمام اللي الحد المسموح اللي وراء مع التشقق زين ما يخالف بس انت يعتمد على ايش؟ يعتمد على الخرسانه اللي اخذناها. اي اوكي تمام بس انت قلت القانون 0.7 لامدا جذر اف سي، الاف سي هو 28 ميجا باسكال وكل الاسطوانه طلعنا ناخذ 28 لازم تجينا بالسؤال. باعتبار 28 يوم بالمختبر. 28 يوم؟ لا 28 ميجا باسكال 28 ميجا باسكال بعمر 28 يوم. اي اوكي بعمر 28 بس هو كل سؤال لازم يكون 28 ميجا باسكال يجينا لا كل سؤال يصير 25 20 حسب ما انت تقيسه ها بس هو لازم تقيسه بعمر 28 يوم هذا راح اغيره اعمله 27.8 اي صادفت يعني هذا السؤال 28 ميجا طلع لنا هو جزء إيه صادف ما له علاقه ما له علاقه زين هاي الشغله خوش واللمده انتقلت من نورمال ما خرسانه واحد زين امتى راح تكون مثلا
اكثر واقل اذا خرسانة خفيفه الوزن يصير 0.8 اذا كان خرسانة عاليه الوزن يصير 1.2 انا دائما اجيب لك اياه واحد ها يعني انا اخذ دائما نمشي على الواحد الا امدا دائما واحد دائما ذكرتون خذ واحد دائما وفي العاده هو واحد خوش خوش لا شوفوا هسه شوف هذا المقطع قبل شويه كان ما بين مشكله ليش لانه كان مقطع مستطيل هسه راح يبدا الحكي دائما المقطع الخرساني ايش هون يكون عندي في العاده يكون عندي هالشكل ارجع على 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 السلايد انا قاعد اعرض شغلتين ارجع على الثاني من يقرا لنا السؤال دكتور كل شيء معك ايش ماكو كل شيء نرجع ارجع اكو انا قاعد على شغلتين ارجع الثانيه اوف الكاميرا واضح العرض عندك كم المثال الثاني ايه دكتور هسه وضح هاي دكتور هذا المثال if the T beam shown in uncrowded calculate the stress the concrete at the top and the bottom extreme fiber هو هذا المثال اي كمل كمل under a positive bending moment of 100 kilonewton meter B if the fc prime is 20 شو قبل شوي كان 28 هسه 20 معناته ايش من 20 مقاومه انضغاط الاسطوانه الخرسانيه بعمر 28 يوم ايش قد اعطانا 20 ميجا باسكال what is the maximum uniform distributed load ايش قد راح يكون uniform distributed load to carry البيم اذا كان فضاؤه 7.3 متر without exceeding the modulus of rupture of the concrete بعدين السؤال الثالث اللي هو الفرع الثالث اللي راح يكون عندكم راح نحكي عليه إذا هذا اعتبرناه أنه reverse direction اعتبرناه أنه upward يعني مقلوب بالعكس واضح؟ فنرجع بس نأخذ الرسم نرسمه ونرجع الدكتور بس العفو يعني بالتسجيل من راح تنزل دزلنا هو راح يكون أوضح الحل يعني احتمال لسه النت عندنا ضعيفة عاد تطلع الصورة مشوية مشوشي ايه راح يكون أوضح بس طفي العرض دكتور بلا زحمة حتى هسه بس أنا أقبل السؤال ابني تمام قال لك او اي احسب اذا كان المومنت يساوي لي على السكشن المومنت يساوي لي ايش قد 100 كيلو نيوتن لكل متر فرع بي اذا كان اف سي برايم 20 ميجا باسكال والسبان 7.3 متر هذا الجيفن كله ده 7.3 متر لا احسب لي ال W crack احسب ال M crack احسب ال W crack والسؤال الثالث اللي هو repeat the section راح يكون section بهذا الشكل هذا اوكي بس اللي يريد يسأل بلا زحمة عليكم خليه يرفع ايده ويسأل حتى نتجنب الكونفيوشنز شوف هسه عندنا بيم اخر غير هذاك البيم سمبلي سبورتد بيم هالشكل ايضا شوف هالشكل بالعاده دائما عندي انا مع البيم اصب الايش السقف فاخذ جزء من السقف أقول هذا جزء من السقف راح يكون أيضا بيم راح يكون أيضا بيم طبعا عليه حمال فقال لك إيه هوني أكو علينا مومنت هذا المومنت 100 كيلو نيوتن لكل متر
اوكي قال لك احسب لي احسب لي ال... 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 هل هذا المقطع كراكت ام ان كراكت. لازم اجي ايش اعمل؟ احسب ايه هوني في الاسفل احسب الكراكت وان كراكت. فاجي لازم اول شيء هذا الشكل صار اشون شكل غير منتظم الشكل. شويه اعرف ان نعم قبل شويه كنت اعرف وين يكون الايش النيوترال اكسس بالوسط، هسه النيوترال اكسس انا ما اعرف وين. كيف احل هاي المشكله؟ اول شيء لازم اطلع النيوترال اكسس. فاجي اخذ هذا الجزء اقسمه الى قسمين، اقول هذا القسم الاول 685 زائد 125 ايش قاعد يصير؟ دكتور 810 ايش عاد تحسبون 800 دكتور؟ هذيك عشوائي على السريع ما هي عشوائي، لا تعصبوني صار دكتور. اوكي هذا العرض ايش قداته راح يكون؟ 300. راح يكون عندي شفتين، وحده هوني وحده للخيمه. ايش قداتي يقول؟ اذا هاي 1500 طارت منها 300 ايش قد بقت؟ 1200 نقسم على 2 600 وهذا ارتفاع ايش قداته؟ 125. هذا النيوترال اكسس مالته معلوم، المسافه مالته معلوم، هذه السي سي معلومه، وهذه ايضا معلومه. حتى اطلع إيه هذا واي بار، انا تنفعني واي بار؟ انا ما تنفعني واي بار، احتاج ايش؟ احتاج ايه هذه 810 ناقص واي بار. والله هسا اجي اول شيء اقول احسب النيوترال اكسس واي بار انسر. واي بار ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا المساحه مال هذه كلها. مساحه مالتها ايش قداتي؟ 810 في 300. نيوترال اكسس مالتها ايش قداتي؟ 810 على 2 الذراع. واضحه هاي ننجد زائد هذه طبعا نفسها احولها جوا 810 في 300 زائد ظل عندي هذولي الاثنين، كل واحدة منهم ايش قداتي؟ 600 مساحته في ايش قداته ارتفاعه؟ 125 في ايش قداته السي مالته؟ 125 على 2. كم وحده يكون منها؟ 2. فاذا اضربها في 2 اجي احطم هذول جوا 2 في 600 في 125 هذه تعطينا الواي بار. ايش قداته قيمة الواي بار؟ بس لحظة دكتور. ميتين واربعة وسبعين بوينت اثنين. ميتين واربعة وسبعين بوينت ثري. شوف بالعادة كل ما راح من هاليوم ورايح راح نشتغل راح الأرقام لازم نتخيلها. شوف هذا الرقم البوينت ثري لا يعني شيء، فأرجع أقول واي بار يساوي لنا 270 74 ملم. وأهمل البوينت ثري، ليش أهمل البوينت ثري؟ إنه ما راح تكون لها أي أهمية، يعني ما راح تكون لها فقط تأثير كثير على الحل. بوينت ثري يعني واحد إذا مضروب مثلا 274 طلقة، إذا أضربه بوينت ثري طلقة تفيده شيء بعد؟ هو أصلا ميت ميت.
الرقم، بينما لو كان عندي 0.35 البوينت مهمة، لو كان عندي 7.3 مهمة، لو كان عندي مثلا خلينا نقول 10.3 مهمة، 100.3 ما صار لها فرق تأثير، 247 فالبوينتات هذه كلها تشبهها صارت ما لها تأثير. بس الأرقام اللي تكون بسيطة لها تأثير، الأرقام كل ما تكون كبيرة تكون. فالراوند أوف هوني مهمة ليش؟ حتى لا تزعجك بالحل، حتى لا تزعجك بالحل. أرجع وأقول هون إيش نحتاج السنة؟ لازم نسأل نطلع النيوترال أكس إيهوني I X أو I G إيهوني، طلع على إيه هذا المحور هوني اللي كن سقط بالمقاومة راح يأكل بطاطا. أجي نيوترال أكسس إيه هوني صار، هذه I G أنا أريد أطلع هوني I G. هاي المسافة من هوني إلى هوني إيش خذ؟ 274. عندك طريقتين تحل وتطلع نيوترال أكسس، إذا صارت على القاعدة بي جي كيوب على 3، فهذا الجزء إيش قد بقى؟ 274 إذا شلنا منه من 810 إيش قد بقى هذا؟ 810 ناقصاً 270 74 536 هاي المسافة. فإذا إيه هذه ممكن آخذها IG مالت على القاعدة، IG مالت على القاعدة وأش قد داتي؟ 536 في 300 وآح تكون BH كيوب على 3، هاي حالة خاصة إذا كانت على القاعدة. وظل عندي هذا الجزء الآخر الكبير كله لازم أخذه 1500 في هذا 274 بيجي كيوب أيضا على 3، وأرجع عشان أطرح منه إيه هذه المكانتين هذولا اللي هي 274 ناقصا 125 أشخاص يساوينا 149 واضح؟ أو أنقل بالحالتين لازم يعطيني نفس الجواب، أوكي؟ بالحالتين فخلي نجرب بس إذا بهاي الطريقة بدون نقل IG راح يساوي لنا هذا IG خلينا نقول هذا 536 على القاعدة إيه هذا IX هالشكل راح أرسم لكم هو على 300 زائدا هذا الجزء الثاني IG IY أو IX 1500 وهذا 270 74 ناقص 2 من هذول الصغار اللي هو ايش راح يكون عندي 149 في 600 كم واحد منه؟ من 2 وهذا الـ IX ما قلت فيها من IX واضح؟ IG نجي هذا ايش راح يساوي لنا 536 خلينا نكتب بالاسود احسن 536 تكعيب في 300 على 3 زائدا 270 74 في تكعيب في 1500 على 3 بدون نقل كل ده ناقصا 2 في 600 في 149 تكعيب على 3 ايش خلي يساوي لنا؟ دكتور 274 تكعيب في 1500 ما فهمت 200 في 1500 ايه دكتور طلعت لي 124.36 36 ما اعرف ايش طلعت لي غلط
يلا بس نستعجل بها شوية. طلعتكم 24.36 في 10 9. أنا عندي 10 ناقص دكتور، يعني طلعت 2.4. شنو القضية؟ إيه في 10 وش 10 غير طلعت لك؟ إيه إيه في 10 وش 9. إيه دائما نحط الرقم في 10 وش 9. ليش؟ ليش دائما تحطه في 10 وش 9؟ لأنه أنت دائما عندك مضاعفات تحويل الكيلوغرام الافات، مضاعفات تحويل الميجا باسكال والكيلو نيوتن الافات، فحتى ما تغلط بهم هذول، اخاف تغلط برقم بالالافات هون تطلع عندك، فدائما نحطها في مضاعفات 3 في 10 اس 6 في 10 اس 3 في 10 اس 9 في 10 اس 12. لا تحطها ارقام فرديه، حطها دقه زوجيه، دائما حطها بارقام فرديه. واضح؟ واضح. يعني السبعه لا تحطوها ايضا، يعني حطوها مضاعفات 3 دائما. أو ممكن نحلها بطريقة النقل ويطلع لنا نفس الجواب. أشون طريقة النقل؟ عندي مستطيل ومثلث، مستطيل واحد فوق ومستطيل جوا. فأجي إيش أعمل؟ إذا أور الطريقة الثانية بالنقل، فأش أجي أعمله؟ أعمله أي جي يساوي لنا الجزء هذا اللي أول شيء حكينا عليه 810 في 300، فراح يكون عندي 810 تكعيب في 300 على 12 زائدا اي دي سكوير اللي هو 310 اي في 300 الدي سكوير. المسافه ايش راح يكون عندي؟ مركز هذا مركز اي هذا عن النيوترال اكسس، مركز ال 810 ايش قداتي؟ نص ال 810 ايش قداتي؟ 405. 405 ناقص 270 74 اللي طلعناها يطلع لنا 130 31 تربيع. اوكي زائدا المساحه الثانيه اللي فوق اللي هي 1500 في 125 تكعيب على 12 زائدا اي دي سكوير اللي هو 1500 في 125 في دي سكوير. دي سكوير ايش قد راح يكون مسافته عن نيوترال اكسس؟ راح يكون 125 على 2 ناقصا 270 74 يساوي 200 و11.5 تربيع. هذول ايضا راح نعطيك نفس الجواب 24.36 في 10 اس 9. هذول الاثنين يعطيك نفس الجواب. بس هاي ما فهمته يعني لو سمحت، هذه مسافه يعني مقاومه، هاي ما اريد انا ادوخ بي ادوخكم بها، راح يكون بهالطريقه هاي. لا ما العفو دقيقة بس عندنا هوني ما 810 لازم ما هي على مود هذه ايه ما 810 لازم تكون، لان هاي تكررت مرتين راح يصير عندنا هذا لازم تكون 1200 بس هاي تكون 1200 هاي تكون 1200 بس راح تكون ايه هذا عندك المساحة الأولى اللي هي ايش قداتي 810 في 300 هاي 300 مركزها من هوني إلى ايه المركز هذه 270 74 ملم فاشقد المركز مالته عن 405 نطرح هو 130 تطلع هذه 131 السي اشقد تفرق هذه عن هذا واللخ هذه مسافه من هون الى هون اشقد ذاتي 274 ناقص 125 على 2 راح تطلع لك 211 0.5 موجود عندكم بالورقه تقدرون ترجعوا لي بعدين. اوكي الثاني راح يعطوك نفس الجواب ما اريد انفوت فيها ها على المحاور راح اسهل بس لازم تعرف شو تعملها. زين هسه انا عندي المقطع معلوم النيوترال اكسس مالته معلوم 270 74 هاي المسافة من هون إلى هون و RGE هوني أنا المطلوب أطلع إيه هوني ستريس FT. طيب هذا 274 وهذا 810 كلته أش قد بقى عندي من هون إلى هوني 536 اللي طلعنا قبل 536 536
هسه والاي معلوم عندي اي جي اللي هو ايش قداته 24.36 في 10 اس 9 مليمتر اس 4. فاجي احسب اف تي. اف تي ايش قاعد يساوي لي عندي؟ اف تي راح يساوي لي ام سي اوفر اي. السي ايش قداته عندي؟ هاي السي راح تكون فالمومنت ايش قد كان اعطاني هي؟ كان اعطاني هي 100 في سي اللي هي 536 على اي 24.36 ايش قاعد يساوي لي؟ شوف دائما الاف تي يطلع لك عندك من الواحد الى العشرة ما يطلع لك اكثر. فانت حتى لو ايش تطلع لك بالحاسبه قسمها على الف او ضربها في الف دائما حتتعفى لانه تحويل الوحدات هذه مال هذا لازم مليمتر وهذا كيلو نيوتن لكل متر تحولهم كلتهم وهذا مليمتر اس 4 مثل ما عملنا قبل شويه تحولهم الوحدات بس الحاضر بس يا اثنين بس بلا زحمه عليك 2200.3 طلع لي ما قلت لك لازم تقسمها على الف ايه هو يعني يطلع تقسيم الف 2.2 ايه 2.2 من 1 الى 10 يطلع لك تمام اوكي هذا هذا زين انا اعطيك احكم عليه هسه هذا كراك متشقق او ما متشقق ما اطيق احكم عليه من كل شيء اقول هذا الستريس بس اعطيك اقول هذا اف تي 2.2 ميجا باسكال وين ات تنشن حتى احكم عليه لازم اجي على الفرع بي من السؤال الفرع بي من السؤال ايش يقول يقول اف سي برايم عندي يساوي لي 20 ميجا باسكال والمسافه معناته اطيق اطلع اف تي رابتشر اللي هو ايش راح يساوي لنا 0.7 لندا واحد راح تكون عندي في تحت الجذر اف سي برايم اللي هو ايش قداتي هذا 20 ايش راح يعطينا لحظه 3.13 ميجا باسكال فهو يقول لك الى حد هذا هو ايش راح يكون راح يكون سعيد وبعده ايش راح يصير بينه راح يجي يتشقق انا ايش طلع عندي احنا طلع اقل المفروض اقل معناته ايش شلون هذا سعيد سعيد اذا the section subjected to 100 كيلو نيوتن بير متر is still an cracked section يعني ايش شلون الاستيك يعني اذا اشيل الحمل عنه يرجع الى وضعه الطبيعي واضح؟ زين طيب قال لك السؤال قال لك ايش قد راح اخلي حمل علينه بحيث هذا ما يتجاوز المودلس اوف رابتشر ايش قد راح اخلي علينه بحيث ما يتجاوز المودلس اوف رابتشر اجي اقول عندي بيم علينه دبليو كراك لود حتى يصل الى مرحله الكراك راح يعطيني مومنت بالوسط المومنت بالوسط ام كراك ايش قداته راح يصير دبليو كراك في ال سكوير على 8 هذا ما عيد منين جبتوها قبل شويه جبتوها من المومنت دايجرام صح اي نعم فاجي اقول استعنا اف رابتشر راح يساوي لنا ام كراك رابتشر السي على اي كله معلوم عندي اف رابتشر ايش خل عندي 0.7 حتى يصل الى مرحله الرابتشر ايش خل لازم اخلي حتى يصل الى مرحله التشقق اخلي 3 فاخلي 3.13 يساوي لي الام راح يصير مرحله الكراك هذا والسي اللي هو ايش راح يكون عندي 536 على الاي الاي اللي هو ايش قدرته 24.36 هذا ايش راح يعطينا ام كراك راح يعطينا 142.3 كيلو نيوتن لكل متر ارجع واقول 142 ايش معناته مع هذا العفو هذا مومنت هذا كيلو نيوتن لكل متر مومنت هذا اجي ممكن اطلع دبليو كراك ممكن اطلع دبليو كراك ايش اطلع دبليو كراك اقول ام كراك يساوي لنا دبليو كراك في L تربيع على 8
المومنت كراك اشخط طلعت عندي 142.3 يساوي لنا دبليو كراك ال اشخط قال لك 7.3 بالسؤال تربيع على 8 اشخط يعطينا دبليو كراك واحد وعشرين بوينت فور كيلونيوتن لكل متر يعني هذا البيم بهالشكل هذا علينا دبليو كراك 21.4 كيلونيوتن لكل متر هذاك الوقت ايش راح يصير بينه؟ يعبر يعني راح يصير بينه في الايش؟ هوني هذا المكان راح يصل الى مرحله الكراك والخرسانه في الاعلى لا تزال ايش هوني؟ الاستيك واضح؟ طيب هذه خمسه اوراق هسه بنخلص اربعه الكميه تمام الحاضر بس خليه يكتب لي يس بلا زحمه عليكم يا شباب نرجع اللي عنده سؤال خليه يسأل خليه يرفع ايده ويسأل اللي ما عنده سؤال خليه تفضل يغادر هاي الأسئلة راح اعطيكم هي التسجيل وانطيكم الاسمه دكتور بس التسجيل انطينا يا زحمة هسه دكتور بس اسمح لي دكتور